خزنة، حصلت خزنة سرية. ليتس جو. مثل ما متعودين دائما بعد ما ننزل اول تجربه للسيزون الجديد بفورتنايت راح يكون في بعده مقطع اسرار ونصائح وجلتشات وكل شيء بخص السيزون. فبالبدايه يا جماعه في سر اسطوري راح يخليك تفوز كل جيم. تروح الى الايتم شوب وتحط كود اس بي اي، بس حطيت كود اس بي اي روح ادخل جيم، الحظ راح يصير دبل، راح تفوز لكن بالحظ. فبسم الله يا جماعه خلينا ندخل ونكتشف الاسرار الجديده. شوفوا هذا السكن، هذا سكن السحليه، سحليه ولا شو هذا؟ ديناصور؟ ما بعرف. نن نن نن، حلوه هالمظله نن، لكن تروح. اخ لو انك تنزل وتبقى معك الدراجه. والله انه جليتش، شايفين؟ جليتش الزحلقه ما ينتهي، اول ما انك تنزل وانت فاتح المظله خليك عم تتزحلق فما راح تنتهي الزحلقه، اول سر. اول سر ما شاء الله، فورا نكتشف اسرار. في عندنا هاي المنطقه اللي موجوده هنا. فيها شيء اسطوري هو هاي المياه، هاي المياه عبارة عن مياه بتعالجك، يعني إذا هيلك قليل بتقدر إنك تعالج نفسك. خلينا ننتحر. أيوة انتحرت، شوفوا، أول ما إني إجي عند هاي المياه الهيل راح يزداد، شايفين؟ هيلي عم يرتفع، نفس المنطقة اللي كانت عندنا سليربي أتوقع اسمها، كانت تعطي شيلد، لكن هالمرة هاي المنطقة تعطي هيل، تقدر تعبي هيل. في واحد. لا تتحرك سبايدر، هلا اتحرك. هلا اتحرك، وينه؟ وينه؟ بيته اختفى. ما في هنا بوش؟ بس هو بالبوش. هو بالبوش، اطلع الى فوق هيك. طبعا استخدم السيف، تقدر تستخدمه لمسافة عالية، شوف أنا وين صرت، وبعدين تجي تنزل. هو هنا مختبأ. طبعا أفضل حركة تسويها بالسيف إنك تطلع إلى فوق هيك. شوفوا. وبعدين تطلع هيك. تصير فوق، طبعا تنزل ما تنتحر. وكمان صار في شيء بالموسم الجديد، هو وقت اللي ضدك ايام بالهيفي تشوف ايمه، يعني كانك عم تلعب كول اوف ديوتي ما شاء الله. شوف شوف، وقت بدي يضرب تشوف ايمه، فانت تعمل له هيك، تعطيه بالسيف، تعطيك وحده تنتين وروح اضوي. خلينا بس نشوف القدرات. شوفوا هاي القدره جديده اللي هي تعطيك رصاص السولت اكثر، لازم تستخدمها دائما. شوفوا الرصاص 39 رصاصه صار معي بالمخزن، تخيلوا 40 رصاصه تقدر تضربهم ورا بعض. وكمان يا جماعه بهذا الموسم زادوا سرعه رفع العلم، صار يرتفع بشكل اسرع من قبل، يعني احسه لساته بطيء، مفروض وقت يجي صاحبك يرتفع معك بشكل اسرع، لكن يعني زادوا سرعته. واللوت، خلينا نشوف لوته. ايوه لوته ماشي حاله، وهذا اللي موجود بالماب يطلع فجأة، هذا كمان تروح تفتحه وتحصل منه لوت. أفضل وسيلة تنقل وأفضل من المطرقة هي السيف، بس إنك تنقل إلى فوق، اضرب إلى فوق وتنقل. شوفوها، والله الزحلقة ما تنتهي، شوف الزحلقة ما تنتهي وقت إنك تكون فاتح المظلة. وفي حركة حلوة بإمكانك تسويها بهذا الموسم وهي بالدراجات الجديدة، ارمي عليها قنبلة الحماية وبعدين اركب على الدراجة وروح. هيك ما في احد راح يضربك ولا يدمجك. والدراجة سريعة. هذا هني ترو. يا عيني عليك، روح. انتهت؟ اصبر انتهت هاي. طب لو بدلت مكاني وجيت رميتها وبعدين ركبت كمان تزبط. ما شاء الله تطير. سريعة سريعة كثير. خلاص يكفي 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 يا ولد. يخرب بيته، في واحد. اصبر، أنا ما أهرب. أنا ما أهرب. أنا ما أهرب. أنا أهرب، أقسم بالله إني أهرب، أنا خايف، أنا حمار، أنا حمار. أنا حمار. أنا أعطيته ضربة 100. لو ضربت السيف هي يعطينا شيلد. أيوه يعطي شيلد بضربة واحدة من السيف. اصبروا، حصلت قدرة جديدة وهي ما بعرف لها علاقة بالزبالة، ممكن ما بعرف، خلنا بس نروح نجرب، ندور على زبالة نفوت فيها. في عندكم زبالة يمين يسار؟ طيب لنفترض هذا شيء مثل الزبالة، لو دخلنا عليه بعدين طلعنا. يعطي لوت، كل ما تدخل وتطلع، كل ما تدخل وتطلع. اصبر اجى واحد، خلينا نختبئ. خلص راح، اطلع. مرة واحدة، مرة واحدة من المكان اللي انت مختبئ فيه، لو حاولنا نرجع بعد فترة من الزمن ودخلنا إلى هذا الشيء اللي أعطانا لوت وبعدين طلعنا. لا لا لا، ما تقدر تضحك عليه، مرة واحدة. زبالة، أيوه حصلت زبالة، ادخل عليها وبعدين اطلع، هات لوت. ايوه اعطاني 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 والله. شوفوا شكل المنطقة الجديدة بالليل،
شكلها عليها اضواء وباقي الماب ما شاء الله ما في كهرباء بالمره. طبعا بهاي المنطقه في عندنا حيوان ما بعرف من شو مصنوع موجود فوق هذا المبنى، هل فينا ننزل عليه؟ صراحه ما جربت، في هواء طاير شكله ممنوع انك تنزل عليه. خلنا نجرب. ترى فينا ننزل؟ لا 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 ما فيك تنزل، ما فيك تنزل، نو ما فيك تنزل. خلنا نجي هنا. في صوت مطر، في صوت جديد بفورتنايت يا جماعه، مطر، ما كان في مطر بفورتنايت. طبعا هذا الحيوان كل ما تضرب عليه او انه يصير في فايتات بيطلع نار. هاي النار اللي ضربها شايفين؟ اوه النار الحمد لله انه ما تدمج. خلنا نحاول انه نروح على الحيوان باستخدام السيف. ايوه وصلت وصلت. ما تقدر. طبعا افضل حركه تسويها بالسيف وهي انك تفعل معها قدره فتح المظله، يعني تستخدم السيف وبعدين تفتح المظله، وقت تستخدمه 3 مرات راح تطير مسافه بعيده، تفتح المظله تنتقل وين ما بدك بالماب. شوفوا هذا عم بيسوي نفس الحركه. اوه هرب، عم يهرب باستخدام السيف. ما تهرب مني، اضرب. ايوه او ماي جود. وفي حركه بامكانك تسويها اذا كنت بمكان عالي، بامكانك تستخدم السيف عشان تنزل من مكان عالي. كلنا بنعرف بس تستخدم هاي الحركه ما راح تتدمج بس تنزل، لكن في طريقه ثانيه وهي انك تنزل على هدول اللي احنا بنمشي عليهم. هذا الشيء طبعا اذا كان في واحده يعني تحت، لنفترض هربت انت وبدك تنزل من مكان عالي، تخيلوا اني اموت، تجي هيك وتنزل عليها اللي هي هون. الحمد لله ما متت، تقدر تسويها عادي وتنزل. اقسم بالله كنت خايف اموت. وين لوت ليك؟ خلينا نروح الى لوت ليك. انزلي عليها ايها الشجره العملاقه. اقسم بالله انا حظك حلو. اضرب. او ماي جاد شو معك؟ ميثك ميثك، حصلت اسلحه الميثك اللي موجوده بهذا السيزون لاول مره، والله لاول مره. كم يدمج؟ 144 ضرب عادي، 144 انت 26 وسريع. او ماي جاد. في هون رفتات ساعدك على انك تطلع فوق صح؟ ايوه يب. خلينا نشوف المكان السري اللي كان بلوت ليك، كنا نتخلهم من هنا، شو موجود بداله؟ خزنة، حصلت خزنة سرية، ليتس جو، خزنة سرية والله موجودة في جزيرة اللوت. وات؟ تقدر تفتحها بالمفاتيح؟ وأنا أقول لك شو اسمها جزيرة اللوت وما في لوت، وين اللوت؟ طلع في لوت، طلع في يا جماعة طلع في لوت قد ما بدكم في لوت. او ماي جاد والله اني ظلمتها. اشرب اشرب سلير بالصوري، كيف يعطي الهيل؟ اوه شوف الشيلد ما اسرعه، والله سريع. انت يا هذا اللي كان عم يضربني صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايم سبايدر الاسطوري، شغل الايم. خرب بيت ايمي، كيف جبته؟ وكمان يا جماعه في عندي سر اسطوري واللي عن طريقه راح تقدر تحصل سلاح محذوف باللعبه واللي هو الشوت جان اللي كان عندنا بالموسم الاول، موجود في منطقه المزرعه مع هاي البوته، لازم انك تجي وتقتلها عشان تحصل على هذا الشوت جان. فخلينا نجي نقتلها. هاي الشوت جان، هذا الشوت جان محذوف، والله هذا الشوت جان محذوف، قدرت اني احصل عليه. ما انه موجود غير في منطقة المزرعة مع هاي البوتة، فبإمكانك تلعب بسلاح محذوف ما انه موجود بالسيزون الثاني. تخيل انك تلعب بسلاح محذوف، خلينا نشوف ردة فعل العالم، نروح نهجم على العالم ونلعب فيه. المشكلة يا جماعة انه هو ابيض ضعيف شوي، يا ترى لو في آلة تطوير الأسلحة نقدر نطوره، بس انا ما معي جول، بس خلينا نشوف في هنا آلة تطوير أسلحة. لا ما نقدر، ما فيك تطوره تخيل، مع انه الأسلحة كلها فيك تطورها، لكن هو سلاح محذوف ما تقدر تطوره. اللي يحب هذا الشوت جان يلحق ويروح يجيبه من البوتة، لأن خلص يعني كم يوم أو كم ساعة وراح ينحذف. وعم يطلع. اضرب الشوت جان المحذوف السري. أعمل نفسي إني بهرب. أوكي. هو عم بيدور علي حالياً أنا متأكد. لكن ما بيعرف إنه سبايدر وراه. هاي شوت جان محذوف، صح اني ما احبه لكن يبقى محذوف يعني، وفي له فائده، في له الله ياخذه ما بيضرب، في له فائده. شوت جان زبال ما احبه والله، لكن محذوف لازم نلعب بسلاح محذوف. انت موت جوا الزون غيره. ايوه 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 اثبت 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 اثبت. توقعي انه هو فينا، بسم الله والله توقعي صحيح. كيف ما مات وطالع من الزون؟ راح يلاقيني عنده ان شاء الله، ان شاء الله انا عندك. الشوت جن القديم، الشوت جن القديم. شوف 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 شوف. معي شوت جن قديم، شوف
ان شاء الله ما يبلغ علينا. لا انا ماني مسوي شيء، ماني مسوي شيء صح، ماني مسوي شيء غلط ان شاء الله. اطلع فوق. واحده ثانيه، واحده ثالثه. اعطه هيدريك شوت ما انت ظبطه معنا. خرب بيته شو جابه هون. متنا، قلت لكم انا هذا الشوت جن ما احبه، ما احبه لكن مجبور العب. يخرب بيته. ها اصبر، شو هاد؟ حصلت خضره تعطيك رصاص شوت جن لا نهائي. شلون شوت جن هاف شانس نوت كوزموس؟ لا تحتاج الى المزيد من الرصاص. وقت يخلص الشوت جن اصبروا لنرمي كل الرصاص اللي معنا، نحاول نفضي الشوت جن بالكامل لنشوف الشوت جن راح يخلص رصاصه. طيب الرصاص فضي، طيب الرصاص فضي. شو وين قرة؟ ممكن شوتجن ثاني يعني؟ هذا هو الشوتجن يعني مثلا؟ خلنا نشوف. نرمي كل الرصاص. هاي خلص الرصاص. خلص؟ لا مو هذا الشوتجن. معناها شوتجن ثاني. ما بعرف يا جماعة، فحلت قرة على الفاضي. أحتاج نوع شوتجن معين. ما أعرف إذا ممكن أحصله. السلام عليكم. والله إني زتيته بعيد. هنجرب الشوتجن عليك. 33 500 خلاص موت. ايوه هذا هو الشوتجن اللي انا بدور عليه. هذا الشوتجن لو لمينا كل الرصاص مفروض انه ما يخلص صح. يلا اوكي. شو هاي القدرة؟ هاي القدرة شو؟ حد يفهمنا هاي القدرة شو؟ هاي القدرة على الفاضي لحد يفعلها. وبهذا السيزون يا جماعة صار في عندنا لعبة داخل فورتنايت بإمكانك تلعبها، يعني لعبة داخل لعبة. المهم إذا رحت إلى هاي المنطقة وممكن هاي اللعبة موجودة بمناطق ثانية، وبعدين تعال عند هذا المبنى بالتحديد اللي موجود هنا، خلنا ندخل جوا راح تلاقوا هاي الآلة اللي راح تلعب من خلالها. ليش الآلة مو شغالة؟ ما بعرف، أقدر أدمرها؟ أقدر أدمرها؟ هو شغلة هم سكرين اليوم ما بعرف. المهم يا جماعه راح احط لكم مقطع بامكانك انك تجي هون تلعب لعبه تحل اللغز، يعني هيك تنزل فوق تروح يسار يمين وبعدين تكمل المهمه، يعني راح تلعب لعبه داخل لعبه فورتنايت. جربوها، انا ما بعرف ليش مطالع عندي. مثل ما خبرتكم كم الساعه؟ الساعه 2 بالليل، مسكرين هدول على الاغلب. فبس يا جماعه لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، حكيت لكم تقريبا عن كل الاسرار اللي موجوده بالسيزون الثاني. ما في كثير اسرار، لكن مع الوقت راح يصير ينزل عندنا اسلحه جديده، ميزات جديده، اشياء جديده، لانه لسه في كثير اشياء ما نزلت بهذا الموسم. فبس قبل ما تطلع، اذا عجبك المقطع حط لنا لايك وبس. كان معكم سبايدر من قناه سبايدر جيمر. بيس اوت.